إذن مشاهدينا كنتواجدوا بأحد المراكز ديال التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 هنا بدار شباب بن خلدون بالمحمدية. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. شرحني الأجواء ديال العملية هنا اليوم. ايوا المهم الحمد لله انت ما كاينش داكشي منظم، دونك جينا باش نسجلوا وباش ان شاء الله نستافدوا من هذا اللقاء هذا ان شاء الله. نعم. شنو هي النصيحه يعني اللي مازال محتاجين لها المواطنين بخصوص هذا الوباء اللعين؟ انا بالنسبه لي يعني السؤال ما كيتطرحش باش ندير اللقاح ولا ما نديرش اللقاح. كاين مرض اللي قاتل اللي كيمكن يقتل، وكاين الجلبه. انا كنفضل الجلبه باش نحمي راسي من واحد المرض اللي يمكن يكون قاتل. دونك يعني انا ما كنفكروا شيء، يعني اشنو كنربح اشنو ما كنربح شيء. اللي مهم هو انه ملي كنتلقاه كنحمي نفسي ضد هذا الفيروس هذا. الا ما تلقاش شيء كيمكن لو فيروس غادي يجي غادي يقيسني. دونك انا كنفضل واحد الفيروس اللي يكون اتينيي ولا معطيني بواحد الطريقه اخرى اللي غادي تحميني، على واحد الفيروس الحقيقي اللي غادي يجي ربما واللي غادي يعطي واحد المضاعفات اللي غتكون الله يستر خطيره. شكرا على التوضيحات والتوجيهات القيمه. شكرا. العفو. اذا كان معنا واحد، اذا كما كتشوفوا اذا بقاو معنا في هذا المركز كنحاولوا لانه كاين واحد الهدوء كبير في القاعه. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر باش غادي نوريكم الاجواء داخل داخل دار شباب ابن خلدون التي تتم فيها عمليه التسجيل وبالتالي عمليه التلقيح. الآن حضور رئيسة المجلس البلدي. Thank you.
مباشر نوريهم الاجواء خارج. إذن المشاهدين غادي نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر وترقبوا بث مباشر من نقطة أخرى ديال التطعيم ضد فيروس كورونا بعموم أعمال المحمدية. إذن في هذه الأثناء باش نذكر المشاهدين الدكتورة زبيدة توفيق واللي هي رئيسة مجلس البلدية بطبيعة الحال هي دكتورة هي الآن رفقة الأطباء والدكاترة من أجل التطعيم.